لا اله الا الله محمد رسول الله، عليه انا احيا وعليه انا اموت وعليه انا نلقى الله. شو انا كنطلب ربي يكون معايا، السكينه طنجه يعني ضامنات معايا، كنطلب انا غير المسطره ديالي في الملف ديالي يعني يكون مطبق. لا غير ولا سميتو ما كنطلب حتى شي حاجه، وكنقد العداله راه حنا في بلاد يعني ديال العداله، راه ما كاينش شي واحد اللي فوق القانون، راه حنا كنطلبوا النزاهه في الملف ديال وليداتي اللي ماتوا. هذا اليوم دفنت يعني جوج، واحد هو البارح وجوج اليوم، الله يرحمهم برحمه الله، وانتم الله يجازي الله يجازيكم بخير على الالتفات اللي عملتوا معنا، والله يجازيكم بخير. غاتوصل الحال النفسي على الانبياء، الله لا اله الا الله محمد رسول الله، كتزول الكروب. السلام عليكم. السلام عليكم. سعيد امغاني عم محمد امغاني اللي دفناه في برشيفه، جينا كنواسي هاد السيد هذا اللي مشاو له ثلاثه ديال 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 الاولاد، زعما صراحه صدمه كبيره، حنا مشى لنا واحد وخلى فينا يعني فجيعه. هادو بصراحه كانوا ابرياء، الشباب الخلقون الكريم المتدينين، مشاو حضروا عرس الصديق ديالهم مباشره، الله يجزيهم كيسيفطوهم للمقاهره. هذا السائق متهور ديجا شفنا في المحكمه، الله يجزيهم. حسب ما الناس اللي كتحكي سكير كان في حالة سكر، يعني نصيحة يا ربي يا كريم، نصيحة من عندي أنا كعم ديال الضحية، الله يرحمه الوالد، يبغى يسكر بلا ما يسكر ويحصد الأبرياء. الحمد لله الله يرحمه. إيه حنا تصدمنا دابا، حنايا كنتحسفوا لهذا السيد هذا، اللي حنا واحد دوزنا واحد نسينا الهم ديالنا، حنايا بقينا كنشوفوا هذه العائلة هذه المكلومة. اللي صراحة أنا تأثر، أنا ما نقدرش نهضر لها، تأثر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.